Excuse me because I today English speaking, but I have to tell to you some important things about our religion. هذا الكلام الذي قلته إذا سمع الإنسان يعرف كيف يتكلم اللغة الإنجليزية سيقول لي أرجوك لا تتكلم بها مرة أخرى. وإذا سمعني من لا يعرف اللغة الإنجليزية سيقول هذا يتكلم مثل البريطانيين ما شاء الله عليه، لازم يعلمنا، أعطينا دروس بالإنجليزية أسلوب جميل. الكلمات ليست في مواضعها، ترتيب الجملة خطأ، بعض الكلمات استخدمت كلمات خاطئة قد يفهم منها المعنى، لكنها المعنى الذي أريده لكنها خاطئة في ذلك الموضع. هذه مقدمة للأمر الذي بين أيدينا في هذا الفيديو. ما عم تزبط إنه تطلع excuse me because I today بهذا الترتيب الغلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، كافر مشهور معروف منصر معروف يظهر على الشاشات وعنده نشاط كبير على مواقع التواصل، عمل مسابقة وفيها جوائز مادية، مسابقة عامة ومدتها تقريبا شهر، ستنتهي بعد 15 يوم يعني تقريبا أو أكثر يعني بعد 17 يوم. هذه المسابقة للإتيان بشيء بكلام يضاهي كلام الله سبحانه وتعالى من 3 إلى 10 آيات يعني ترسل إليه إلى الإيميل، وبعد ذلك سيختار منها 3 فيها جوائز مادية. الشيء الجميل في هذا التحدي، الله سبحانه وتعالى قال قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والإنس والجن يتعاونون، يساعد بعضهم بعضا على الإتيان بمثل هذا القرآن، لا يستطيعوا. لكن القرآن 604 صفحات قد يكون كبير عليهم. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. تريد أن تجعل أن تأتي بعشر سور تدعو فيها أن المسيح عليه الصلاة والسلام ربك، أن تدعو بوذا ربك، أن تدعو أن الشمس إلهك، أي شيء، ادعوا من استطعتم من دون الله، لكن يأتون بعشر سور مثله مفتريات. طيب صعب عليك العشرة، جيب لنا سورة واحدة. يقول تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. لن تفعلوا، لا يمكن أن تفعلوا. فهذه المسابقة أنا الشيء الجميل فيها، يعني كان هناك محاولات منذ عصر النبوة لمعارضة أو مناقضة القرآن الكريم، فجاء مثلا مسيلمة الذي ادعى النبوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أن يأتي بقرآن، فجاء بكلام الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل كلمة بعرف إيش، الضفدع عنده سورة ضفدع يقول نقي كما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين، جاء بسجع كالسجع الذي حاول بعضهم وسيحاول البعض الآخر أن يأتي، له أيضا والثاردات ثردا والعاجنات عجنا فالثاردات ثردا فالآكلات أكلا، كلام مضحك، محاولات فاشلة، فشل حتى أتباعه يعرفون أنه فاشل. صارت هناك محاولات من بعض الشخصيات تاريخيا أيضا فشلت كمثل هذا الفشل. ثم من أشهر المحاولات المعاصرة كتاب قبل تقريبا 15 سنة أتوا به أيضا وسموه اسما يعني، وحاولوا أن يأتوا بشيء، يحاولون أن يأتوا بشيء كالقرآن الكريم وفشلوا.
الآن المسابقة هذه عالمية، يستطيع أن يشارك فيها الإنس والجن، وسيفشلون بإذن الله، سيفشلون يقينا، لكن أقول بإذن الله لأنه لا يجري شيء إلا بإذن الله، لكن يقينا سيفشلون ولا يأتون بمثله، لا يمكن. طيب، لكن طبعا أنا في التسجيل هذا أريد أن أذكر بعض النقاط التي تتعلق بهذه بقضية الإتيان بمثله، لأن لعلها تساعدهم أساسا، لعلها تساعدهم في محاولات أن يأتوا بمحاولة ليست مضحكة كالمحاولات السابقة، لعلها محاولة يعني تستحق النقد، تستحق أن تنقد تلك المحاولة نقدا أدبيا أو ما شابه، لأن محاولاتهم فاشلة كما سترون. لكن أنا أريد أن أذكر بعض الأمور التي تتعلق بالإتيان بمثله. كيف يعني إتيان بمثله؟ هل آتي وأقول بدل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أقول قل أعوذ برب الصبح من شر كذا مثلا، أو أحاول تقليد آية معينة أو طريقة آية معينة مثلا، لكن فقط أغير فيها الكلمات. يعني على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فيأتي كافر يقول مثلا المسيح خلق التسبيح علم الكذا، هذا لن يكون معارضة ولا إتيانا بمثله. يعني العرب قديما صنعتهم اللغة، يعني الشخص الذي يبرز فيهم في الغالب يبرز بلغته، عنترة بماذا برز بين الناس؟ برز بلغته، وإلا هو عبد ولم يكن للعبد قيمة أساسا في زمانه، برز بلغته وفصاحته. فهذه الأمور التي كانوا يبرزون فيها، يعني كانت اللغة هي صنعتهم، هي الشيء كما يتفاخر اليوم الناس بالمال أو بالشهادات، مثلا شهادة الدكتوراه هذه التي يتفاخر بها الناس، هم كانوا يتفاخرون بفصاحتهم وبلاغتهم وبيانهم. طيب لم يستطيعوا، لماذا؟ طيب ولماذا لم تنقل محاولات عن فطاحل العربية في ذلك الزمان؟ لماذا لم تنقل إلا محاولة ذلك الرجل الذي ادعى النبوة مسيلم الكذاب؟ لماذا؟ لأن فطاحل اللغة عندما يأتون بكلام يجدون أنه لن يضاهي القرآن، يعرفون أنهم سيخجلون أمام الناس فقط، كما سأذكر لكم الآن مثال في غير القرآن، مثال جميل هكذا. فلهذا كانوا يكتمونها في أنفسهم، لأنهم لو تكلموا لضحك منهم كما يحدث الآن، وكما ستضحكون الآن من المحاولات التي يعني، لأن صاحب المسابقة أتى ببشريات هكذا على حسابه، فسترون كم فيها من الفشل. على العموم، الآن نأتي إلى ما نشره هذا الكافر من لعلها بالنسبة لهم مبشرات، مستبشرا بها أنها يعني ستكون هكذا، نصوص جاءته لعلها تضاهي القرآن حسب ما يقول. فجاء بسم الله الواحد الجامع المانع، ثم إنا نزلناه تنزيلا، هاي بعد ما ذكر بسم الله الواحد الجامع المانع، إنا نزلناه تنزيلا وسميناه إنجيلا ثم جعلناه للناس نورا وسبيلا. فقارن يعني إنا نزلناه تنزيلا وسميناه إنجيلا ثم جعلناه للناس نورا وسبيلا، وبين قول الله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. طيب يقول ثم جعلناه للناس نورا وسبيلا، يعني بعد ما نزله وسمى إنجيل بعدين جعله نورا وسبيلا. طيب قارن الآن هذا الكلام ثم جعلناه للناس نورا وسبيلا مع قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ليه هذا كلام يقارن مع هذا
إنا نزلناه تنزيلا وسميناه إنجيلا ثم جعلناه للناس نورا وسبيلا. طيب ومن الآيات التي فيها ذكر للنور والتنزيل قوله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قارنها، هنا مجال المقارنة أساسا، يعني عندما تقرأ أن أنزلناه تنزيلا وسميناه إنجيلا ثم جعلناه للناس نورا وسبيلا، بالله يا كافر، قبل أن أسأل المسلم، هل هذا يقارن بهذا؟ طيب، نشر أيضا: والليل وشره والصيف وحره والشتاء وقره، ما أوحى ربكم القرآن، وما فرض صلاة ولا حج ولا رمضان، وما كان الله ليسارع في هوى إنسان، ولا ليعدكم جنة فيها حور حسان، جنة الخمر والغلمان، إنما تلك أماني العربان، نسبوها كذبا للرحمن، كذبا أو كذبا، بئس ما نسبوه من بهتان. طيب، شوف بداية خطأ الجلي جدا فيها قوله إنما تلك أماني العربان، العربان ليس له أماني، وقصد العرب طبعا، لكن في اللغة العربية العربان ليس العرب، العربان هو الرعبون، الرعبون اسمه العربان لغويا، أعطيته عربانا، مبلغ أعطيته إياه بدي أشتري اللابتوب سعره 500، أعطيته 50، قلت له خلاص بدي أشتري، هذا اسمه عربان وليس العرب وليس الناس. فأنا قلت للكافر صاحب المسابقة: بداية أنت عليك أن تتعلم معاني المفردات حتى تستطيع أن تحكم، حتى تأتينا بكلام إذا انتقدناه ننتقده بانتقاد يعني يليق، مو هذا الكلام. تعلم بداية معاني المفردات، ثم بعد أن تتعلم معاني المفردات تتعلم تراكيب. لا يمكن أن يركب الإنسان تركيبة غلط ثم يقال أن هذا كلام عربي يريد أن يضاهي به القرآن. يعني مثلا نحن في اللغة العربية عندنا أشياء، مثلا كلمة إجراءات، مثلا لا أقول أنا عملت إجراءات، اتخذت إجراءات، لا أقول قمت بإجراءات، لا اتخذت إجراءات، هذا التركيب هكذا يعني يكون فصيحا. فلا بد من معرفة التراكيب، بعد أن تعرف المفردات تعرف التراكيب، ثم بعد أن تعرف التراكيب تعرف متى يكون هذا الكلام بليغا ومتى لا يكون بليغا. يعني الآن إذا جبنا على سبيل المثال، مع أن الموسيقى محرمة لكن سأذكر كمثال، لو جبنا مقطوعة لبيتهوفن وقلت لشخص يحب يعزف على الأورج، قلت له خذ هذه مقطوعة لبيتهوفن جيب لي مثلها، فيأتي وحرك أصابعه على الأورج وقال هاي مثلها. طيب والله أنا أجي وأقول أنها مثلها لمجرد أنه أعطاني معزوفة، أم الذي يستطيع أن يقول أن هذه مثلها أم لا هو الذي أذنه موسيقية؟ أنا مثلا عن نفسي أنا لا أسمع الموسيقى، فجيب لي بيتهوفن وجيب لي ما أعرف شو موسيقى، يعني عازف كمانجا مثلا، ما أعرف أفرق أيها الأحسن. فمشكلة هذا الرجل الذي عمل المسابقة لا يعرف كيف يميز أن هل هذا الكلام فصيح أو بليغ، هو لا يميز المفردات أساسا حتى يميز هل هذا الكلام فصيح أو بليغ أم ليس بفصيح ولا بليغ، فهذه مشكلة يعني. طيب الآن عندك قول هذا الكاتب: والليل وشره والصيف وحره والشتاء وقره، ما أوحى ربكم القرآن، وما فرض صلاة ولا زكاة ولا حج ولا رمضان. هو أساسا كان يجب أن يقول ما فرض صلاة ولا زكاة ولا حج، لأن الزكاة مقدمة دائما على الحج، فلا بد من أن يأتي بها، الزكاة دائما تأتي مع الصلاة، لا بد أن يأتي بها،
مو صلاة ولا حج، حج يأتي بعد الزكاة. لكن مع ذلك، والليل وشره والصيف وحره والشتاء وقره ما أوحى ربك من القرآن وما فرض صلاة ولا حج ولا رمضان، نسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. هل هذا يقارن بهذا؟ ثم يقول: وما كان الله ليسارع في هوى إنسان ولا ليعدكم جنة فيها حور حسان جنة الخمر والغلمان. أساسا ما المشكلة إذا كان هناك غلمان يخدمون الناس في الجنة وفيها خمر لا يسكر؟ يعني إيش المشكلة؟ ما بعرف. مهم. ولا ليعدكم ما كان وما كان الله ليسارع في هوى إنسان ولا ليعدكم جنة فيها حور حسان جنة الخمر والغلمان. طيب نسمع قول الله: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. لك سمع ولك عقل ولك تذوق ولو لم تكن تفهم البلاغة والفصاحة وما يتعلق بها فافهم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. السلام عليكم. أتكلم لكم الآن ما هي كيف يعني إتيان بمثله. عندنا في اللغة شيء اسمه المعارضة وعندنا شيء اسمه المناقضة. معارضة: سمعت كلاما آتي بمثل هذا الكلام من حيث النظم ومن حيث القافية ولكن ويصب في نفس المسار ولكن بتعبيري أنا، وفي الغالب يجب أن أعبر كلام أفضل منه، كما صار في معارضات قصيدة البردة وهي مشهورة وكثيرة، ولعلي أذكر لكم مثالا منها. المناقضة على يشبه هذا، يعني سمعت كلاما آتي بنفس نظمه وبنفس قافيته ولكنه يرده وينقضه ويبطله، وسأتيكم بأمثلة. النقفور المعروف بكلب الروم، وهو ملك من ملوك الروم، غلب على شيء من أراضي المسلمين، فأرسل رسالة إلى الخليفة، قال: من الملك الطهر المسيحي رسالة إلى خلف الأملاك من آل هاشمي إلى الملك الفضيل، يعني يسخر الآن، إلى الملك الفضيل المطيع أخي العلا ومن يرتجى للمعضلات العظائم، أما سمعت أذناك ما أنا صانع ولكن دهاك الوهن عن فعل حازمي. طيب، هذه القصيدة رد عليها أكثر من عالم، رد في وقتها ابن حزم ورد بعد ذلك القفال، سأتي برد للقفال على هذه الأبيات. كيف رد؟ أتاني مقال لامرئ غير عالم بطرق مجاري القول عند التخاصم، تخرص ألقابا له جد كاذبي وعدد آثارا له جد واهمي وأفرط إرعادا بما لا يطيقه وأدلى ببرهان له غير لازم، تسمى بطهر وهو أنجس مشرك، مدنسة أثوابه بالمداسم، وقال مسيحي وليس كذاكم، أخو قسوة لا يحتذي فعل راحمي، يقصد المسيح عليه الصلاة والسلام، مثل هذا لا يحتذي به، وليس مسيحيا جهول مثلث، جهول مثلث هذا ليس مسيحي، وليس مسيحيا جهول مثلث
يقول لعيسى جل عن وصف آدمي، يجل عيسى عن أن يكون آدمي فيرفعه إلى مرتبة الإله. وليس مسيحيا جهول مثلث يقول لعيسى جل عن وصف آدمي وما الملك الطهر المسيحي غادرا لأنه انتصر بغدر، ولا فاجرا ركانة للمظالم. من قصيدته يقول: وملنا على طرسوس ميلة حازم، أذقنا لمن فيها لحز الحلاقم. فكم ذات عز حرة علوية منعمة الأطراف ري المعاصم. سبينا فسقنا خاضعات حواسرا بغير مهور لا ولا حكم حاكم قاتله الله. ثم قال: وكم من قتيل تركنا مجندلا يصب دما بين اللها واللهازم. وكم وقعة في الدرب أفنت كماتكم وسقناه قسرا كسوق البهائم. فانظر الآن إلى رد ابن حزم عليه لتعرف كيف تكون المناقضة الحقيقية وكيف يكون الإتيان بكلام مثله. يقول: سبيتم سبايا يحصر العد دونها، وسبيكم فينا كقطر الغمائم. السبي الذين أخذناه منكم وهم الآن معنا عندنا كقطر الغمائم. فلو رام خلق عدها رام معجزا، وأنا بتعداد لريش الحمائم. هو يقول الكافر: وملنا على طرسوس ميلة حازم، أذقنا لمن فيها. وبعد ذلك يقول: وكم من قتيل تركنا مجندلا. اسمع ماذا يرد ابن حزم. قال: بأبناء حمدان وكافور صلتم، أراذل أنجاس قصار المعاصم، دعي وحجام سقوتم عليهما، وما قدر مصاص دماء المحاجم. فهل على دنيانة قبل ذاك أو على محل أربى رمات الضراغم. ليالي قادوكم كما اقتاد جازر حلائب أتياس لحز الحلاقم. هذا شوف، هو الكافر يقول: وسقناكم قسرا وكما وقعت في الدرب أفنت كماتكم وسقناكم قسرا كسوق البهائم. شوف الرد، شوف كيف تكون المناقضة الحقة. ليالي قادوكم كما اقتاد جازر حلائب أتياس لحز الحلاقم. يرجع إلى موضوع السبي: وساقوا على رسل بنات ملوككم، سبايا كما سيقت ضباء الصرائم. ولكن سلوا عنا، أنت الآن تحاول تفتخر، ولكن سلوا عنا هرقلا ومن خلا لكم من ملوك مكرمين قماقم. يخبركم عنا المتوج منكم، المتوج منكم هو الذي يخبركم عنا من نحن. يخبركم عنا المتوج منكم وقيصركم عن سبينا للكرائم، وعما فتحنا من منيع بلادكم، وعما أقمنا فيكم من مآتم. ودع كل نذل مفتر لا تعده إماما ولا من محكمات الدعائم. شوف شلون تكون المناقضة، شوف شلون الإتيان بكلام مثله بل أحسن منه. طيب الآن قد يحاول البعض الإتيان بكلام لينقض أو لينقض كلاما سابقا، لكن لا يستطيع. حينما حدثت المشكلة المعروفة بين الراعي النميري ابنه مع جرير، صارت مشكلة يعني، ابنه سب جريرا بأهله، فرد جرير عليهم بقصيدة منها: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. أتجعل دمنة بعض، أتجعل دمنة خبثت وقلت إلى فرعين قد كثر وطابا. هذه القصيدة، بل هذا البيت الذي هو: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، هذا أسقط هيبة قبيلة كاملة، قبيلة كانت من تفتخر عندما تقول من بني نمير، كانت مفخرة الانتساب لهذه القبيلة. صاروا إذا قالوا أنا من نمير قيل: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وما رفع لهم رأس بعدها،
وحاولوا نقضها فما استطاعوا. بيت، قالوا جرير. الراعي عندما سمع القصيدة، لأنها هي كانت أساسا موجهة له، المشكلة بين يعني هو المتعلق بها، فقال: أتاني أن نجحش بني كليب تعرب حول دجلة ثم هاب. دجلة النهر المعروف، نجا حوله وخاف. فأولى أن يظل العبد يطفو بحيث ينازع الماء السحابة، أتاك البحر يضرب جانبيه أغر ترى لجزيته حبابا. قال هذا ثم عرف أنه لم يأتي بعد ولن يستطيع أن يأتي بما يناقض هذا الكلام الذي قاله جرير، فسكت. الفرزدق هو عدو لجرير ومن أقارب الراعي أيضا، الراعي النميري، النميري هو. قال، حاول أن يجيب أيضا، فقال أبياتا أيضا جميلة، يعني أفضل من أبيات الراعي إلى حد ما. قال: أنا ابن العاصمين بني تميم، إذا ما أعظم الحدثان نابا، لنا قمر السماء على الثريا، ونحن الأكثرون حصا وغابا، ولست بنائل قمر الثريا، ولا جبل الذي قرع الهضاب. أتطلب يا حمار بني كليب بعانتك الهماهيم الرغابا، وتعدل دارما ببني كليب، وتعدل بالمفقئة السبابا. كلام جميل، ولكنه لم ينقض البيت أو القصيدة أو البيت الذي جاء به جرير، لم يستطع. أنه كلام جميل وكلام على نفس الوزن والقافية وكذا، وكلام محترم بليغ، لكنه لم يصل إلى درجته، لم يصل. طيب، فإذن ليس مجرد الإتيان بكلام شبيها بهذا النظم وبنفس القافية وما شابه ذلك دائما يستطيع أن يكون مماثلا له، فضلا عن أن ينقضه نقض. النقض هذا لا تتخيلوه مع القرآن الكريم ولا المثل أساسا. والآن ننتقل إلى ذكر المعارضة للمناقضة، والمعارضة كما قلنا يأتي بقصيدة على نسق القصيدة الأخرى مثلها يضاهيها، نعم، لا ينقضها أو يبطل ما فيها. نعم، من أشهر تلك المعارضات ما كان في قصيدة البردة لكعب بن زهير رضي الله عنه، حينما قال: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيض وتفصيل، لا تأخذني بأقوال المشاة ولم أذنب، ولو كثرت عني الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تمييل. هذه القصيدة الجميلة جدا والتي اشتهرت وتغنى بها الناس، حاول كثير من الشعراء مضاهتها، يأتوا بمثلها. من أشهرهم البوصيري الذي اشتهرت قصيدته شهرة كبيرة، قال مما قال فيها: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم، إذ قلداني ما تخشى عواقبه، كأنني بهما هدي من النعم. إلى أن قال: حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه، أو يرجع الجار منه غير محترم. وقال أيضا في نهاية القصيدة تقريبا: عذرا إليك رسول الله من كلمي، من كلامي فيه تقصير في مدحك مع أنه غلا فيه، إن الكريم لديه العذر مقبول. شوف الآن كيف هذا كعب رضي الله عنه يقول: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن إلى آخره. هنا البوصيري يقول: عذرا إليك رسول الله من كلمي، إن الكريم لديه العذر مقبول. لو أنه شوف: والعفو عند رسول الله مأمول، إن الكريم لديه العذر مقبول. لو أنه جاء والعفو عند نبي الله مأمول، لكان في هذا البيت قلد تقليدا غير جيد، لم يعد هذا
معارضة ولم يعد شيء وإنما تقليد. ثم قال: إن لم يكن منطقي في طعمه عسلا فإنه بمديحي فيك معسول. على العموم ممن عارضها أيضا ابن نباتة قال: يا خاتم الرسل لي في المذنبين غدا على شفاعتك الغراء تعويل، إن كان كعب بما قد قال ضيفك في دار النعيم فلي في الباب تطفيل، وأين كابن زهير لي شذا كلم. يعني أنا عارضتها لكن لم آتي بمثلها ولا بأحسن منها، ولكن خط في هذا الباب. وأين لي بما قال، وأين لي كابن زهير، وأين كابن زهير لي في شذا كلم، ربيعها بغمام القرب مطلول. ثم يقول: بانت معاذير عجزي عن نداك وعن بانت سعاد فقلبي اليوم مذهول. مع أني عارضتها لكن بان في هذه المعارضة عجزي عن نداك، عن أن أتيك حقك من المدح، وعن قولي عن قصيدة كعب رضي الله عنه التي قال فيها: بانت سعاد فقلبي اليوم مذهول. فشوف كيف تكون المعارضة. وأيضا عرضها بعضهم فقال: واعطف علي فإني مذنب وجل، في الخير لا عامل مني ومعمول، واخلع علي وأهلي للرضا حللا، أجملت قولي ولا تخفى التفاصيل، ولا تنس يوم نزع الروح من جسدي، يوم أسأل إني عنك مسؤول، ما لي سواك كفيل يوم يطلبني أهل الديون، فقل لي أنت مكفول. لعله يقصد الله سبحانه وتعالى عندما يطالبه عندما يحاسبه على أخطائه، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الكفيل الذي يشفع. أتاك كعب وقد جلت جنايته، وكاد يغتاله من ذنبه غول، ورب سباق فضل عارضوه بها، أنا الأخير بهم غر ذهاليل، خاضوا بمدحك هذا البحر ما بلغوا كعبا، فعادوا لهم بالعجز تخجيل. يعني أنا مثلهم، مثل ما أنهم لم يبلغوا فصاحة كعب فأنا مثلهم، يعني فعلت ما أستطيع.